السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الحلقة الثانية من مطبخ ديدي. النهاردة برضو بمناسبة دخول المدارس هنعمل المربى، مربى التين. انا يعني عامة انا جبت التين وطلع اخضر شوية كده، وحرام حرام ان انا فكرت ان انا اعمل مربى، وانا ما بفضلش ان في الوقت ده بالذات من السنة ان انتوا تعملوا مربى التين، لان لسه ايامه الحلوة جاية، يعني لسه هيحلو اكتر من كده. هنقول مقادير المربى: كيلو تين. كيلو التين عامة في ناس كتير قوي بتعمله كيلو التين عليه كيلو سكر. كيلو التين انا بعمله كيلو الا ربع سكر، يعني تقريبا 3 كوبايات سكر من المقاس دوت. وعايزه اقول لكم حاجه، انت ممكن التين لو مربى التين لو عايزه تستخدميها استخدام ديلي اللي هو يومي، احنا نحط عليها نص ليمونه. انما لو انت عايزه تعملي مربى التين ممكن تقعد معاكي من سنه للسنه في الثلاجه، فهو المكون السري بتاعها هو ملح الليمون. معانا نص معلقه ملح ليمون، معانا معلقتين جيلاتين، والمكون بقى اللي انا بحبه اكتر اكتر، يعني اكتر شيء بحطه للمربى بيخلي طعمها حلو، قرنفل، يعني وحدتين قرنفل او 3. وبعد ما يتغلي المربى هنبتدي ان احنا نشيلها. تعالوا نشوف هنعمل ايه ونطبق الوصفه. كيلو التين ده هنحط له 3/4 كيلو سكر، او هما بالظبط 3 كوبايات سكر. يعني الناس اللي ما بتحبش الحاجه مسكره قوي. هتبتدي تقلبيه واحده واحده. لحد ما السكر التين يشرب السكر كله. يعني ما تقلبوش قوي عشان القطعه دي بالظبط ما تتهريش، يعني احنا عايزين نفضل ان هي تحافظ على القوام بتاعها ده، اللي هو يعني تطلعي معلقه التين تلاقي الحته بحتتها، يعني ما بحبهاش مفرومه قوي. والوضع دوت كده هنسيبه، هناخد المربى دي وندخلها الثلاجه، هتفضل ان شاء الله النهارده وتاني يوم تبتدي ان هي يكون السكر ده الفاكهه اللي فيها شربت السكر كله، وهتلاقوا عباره عن سيرم كده عامل زي العسل نازل منها. بعد كده هنبتدي نرفعها على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم، ورجعت لكم مرة تانية. ده بعد ما التين قاعد في التلاجة يوم بحاله، هنيجي نشوف هنطلعه على النار وهنشوف ايه اللي هيحصل. بس عايزة اوريكم حاجة، ان التين اهو بعد ما حطينا عليه السكر نزل سيرم عامل زي العسل زي ما قلت لكم. برضو تستخدموا المعلقة معايا بحرص عشان الحتة القطعة تفضل قطعة كده سليمة زي ما هي. تعالوا نرفعه على النار واوريكم ايه اللي هيحصل. وادي هو السكر والمربى، التين بتاعنا هو تنزل السكر بتاعه. طبعا هنسيبه يغلي على النار، مفيش مده محدده للغليان الشيء، يعني سيبوه براحته لحد ما يغلي يغلي جامد، وتبتدي بقى السكر ده كله يتاثر ويبتدي ان هو يتقل، والفاكهه تكون دخلت على سوا، يعني ما تكونش الفاكهه لسه خضرة كده ونطفي. هنعلي شويه البوتاجاز ونشوف ايه اللي هيحصل. يا ريت تلاقي بقى معلقه خشب، لو عندك معلقه خشب او سباتيولا سيليكون تبقى احسن من الكلام ده كله، يعني بلاش المعالق الحديد، لان المعالق الحديد بتقطع قطع الفاكهه بتخليها تبقى مهريه. بس عايز السكر اللي فاضل ما دابش يدوب واحده واحده. حاولوا تغرقوها كده في السكر كده كله ياخد طعم السكر كله. نبتدي ان احنا نوطي عليها 5 دقايق كده. دلوقتي هنحط بقى احلى مكون اللي بيخلي طعم المربى حلو قوي وجديد، يعني هو عودين قرنفل. هنخليه يغلي معاه، وبعد ما يغلي هنطلعه ان شاء الله. في بقى طبعا المكون برضو الاكتر اللي هو مهم، اللي هو بيخلي المربى تقعد معاكي من السنه للسنه، اللي هو ملح الليمون. هنحط نص معلقه ملح ليمون ونبتدي نقلب. ملح الليمون زي الماده الحافظه بالظبط، اكنك بتحطي
حاجة مادة حافظة بتحفظ الحاجة من السنة للسنة، بس هو حلاوته ان هو شيء طبيعي يعني ليمون وملح. اما لو انت عايزة تستخدميه زي ما قلت في اول الحلقة استخدام عادي اللي هو اليومي وهتخلص ومفيش مشكلة، هتحطي نص ليمونة فقط يعني. هنسيبها كده نص ساعة كمان وبعدين نقوم. دلوقتي المربى بقالها زيادة عن نص ساعة على النار، تمام. هتبتدي تطلع الرغاوي دي، الرغاوي دي مفيش منها اي مشكلة خالص، مجرد ما بتهدى المربى الرغاوي دي بتختفي. بصوا لونها بقى جميل ازاي، بصوا بصوا القطعة سليمة ازاي، شكلها جميل وشكلها شاي وطعمها حلو واللون بتاعها كمان جميل قوي. دلوقتي بقى في مكون كمان المفروض ان احنا هنحطه علشان يربط المربى. احنا لو عندك جيلاتين نباتي، انا قلت لك معلقتين جيلاتين نباتي، طب لو ما عندكيش معلقتين جيلاتين نباتي ممكن تجيبي كيس جيلي فراوله. جيلي الفراوله هو اكتر حاجه هتليق على التين وهتربط وهتعمل نفس لون جميل كده، لونه محمر حلو قوي، بس انا بفضل احسن الجيلاتين النباتي، طعمه احلى واقوى ويعني بيربط الحاجه اكتر. هنحطهم معلقتين على نص كوبايه ميه. تيجي تقلبها كويس قوي كده، تقليه جدا يعني، المفروض ما يبقاش فيه اي كلاكيع ولا اي حاجه، لازم يدوب كويس قوي. نبتدي نضيفه حبه حبه مش مره واحده، وتقلبي لحد ما ياخد التين ياخد القوام اللي انت عايزاه، يعني ممكن يتقل فجأة ما تبقيش عايزاه بالتقل القوي قوي ده. بصوا اللون بتاعه جميل ازاي، انا مصممة ان انا احطه في حاجة فاتحة عشان اشوفه. معظم الحلل اللي هي بتبقى تيفال او الحاجات دي بتبقى سودة ومبقاش شايفة الحاجة فيها كويس. بصوا قطعة الفاكهة جميلة ازاي، شايفين جميلة شكلها حلو ولونها حتى محتفظة بلونها. لما نكمل الباقي هنسيبها تغلي كمان 5 دقايق وبعدين نسيبها تبرد، وهوريكم ازاي هنحطها في البطرمانات. ودي مربى بتاعة السنة يعني هتحفظيها من السنة للسنة، على حسب بقى ما تجيبي كمية، كمية براحتك، بس أهم حاجة في مربى السنة إن أنت تحطي المكون الأساسي بتاعها السر بتاعها اللي هو ملح الليمون. ملح الليمون يحفظها عندك من السنة للسنة. كل سنة وأنتم طيبين. تعالوا بعد كده هنشوف هنعمل إيه. رجعنا لكم تاني اهوت بعد ما المربى بردت. بصوا الرغوة زي ما قلت لكم، الرغوة ما تقلقوش منها خالص، بتروح ما بقاش في رغوه. بصوا التقل بتاعها والسمك بتاعها بقى عامل ازاي، انا مصممه احطها في حاجه فاتحه كده عشان تشوفوها معايا. يلا هفضيها، بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلة اي حاجة على البطرمان، هنستخدم الفوطة دلوقتي ونمسحها. طبعا هتقولوا الكمية قليلة ومش قليلة، بس اي حاجة اي حاجة نظير النظافة، واي حاجة نظير ان انت تعملي الحاجة بايدك لولادك، وعارفة انت حطيتي ايه وغسلتي ازاي ومقاديرك ايه وظبط حالك، احسن من اي شيء انت بتشتريه من برة، احسن من اي حاجة انت بتشتريها من برة. بصوا جميلة ازاي، سمكها جميل ولونها حلو قوي. بصوا بالظبط كيلو التين عمل بطرمان، البطرمان ده ساعته 1.2 كيلو. البطرمانات دي بطرمانات الورق العنب اللي احنا بنشتريها من بره، هي تقريبا ساعات الساعه بتاعتها 1.2 كيلو، 1.2 كيلو، يعني كيلو التين عمل لك كيلو صافي مربى. شوفي انت بقى تشتري كيلو المربى من بره بكام، كيلو التين شوفوا ثمنه كام، 8 جنيه. والسكر عندك في البيت وكل حاجة عندك في البيت، وفي الآخر انتي تأكلي ولادك حاجة نظيفة موثوق فيها.
كده الفوطه، مسحه مسحه خفيفه خالص اهيت. المربى دي بقى تقعد معاكي من السنه للسنه في التلاجه، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبة دخول المدرسه، وان شاء الله يكون يوم سنه سعيده على اولادنا يا رب، وما يكونش فيها امراض وما يكونش فيها اي حاجه تعطل مسيرتهم يا رب باذن الله. الحلقه الجايه هنعمل مخبوزات حلوه للمدارس بالبرجر وبالسجق، استنونا في الحلقه الجايه. اللهم اغفر لي ذنبي كله قليله وجله ظاهره وباطنه علانيته وسره. السلام عليكم.